كتعرفوا الطرا ما جاتش وبانت في المغرب، بانت دازت من بزاف المراحل التشجيع، اولهم التشجيع التقليدي، تصفيقات في التيران وبنادم كيغوت وداد وكيكونوا كاملين لابسين كابيات، ثلاث تبارك البيت كيهزوا وكيبداو يدورون في السماء، ونهار كيكون شي ماتش كبير كيحضروا عليهم الدقه المراكشيه. تطورت الدعوه شويه، بما انني داوي على جمهور الوداد في البدايه بدات في السبعينات، بانوا شي دياس قلال، والتسعينات بانوا دياس اخرين، وعلى حسب شي مصادر واقوال ديال واحد العاشر انك كتكون مريح حتى كيجي واحد خونا وكيبدا عليهم ناري داي داي وتيلي في لي لعبت ديسك الخوتي كتب في نص التسعينات. بان حسن ماكياج الله يرحمه عاد معالم تشجيع عند جمهور الوداد، كنخرج بزاف الديسك بحال واحد الديسك ديال الناس الغيوان شدو رجعو ديسك تاع الوداد، وهاديك اولي 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 واغنيه بولا بولا وانا مالي فياش. بدايه الالفينات بانوا اغاني جداد عاوتاني، وكيقولوا بلي اول كراكاش في 97 واول تيفو طلعوا في 2001، وواحد الاغنيه تشهرات فاش شدات الوداد كاس كؤوس من غانا. بان جمعيه روجي بلون اللي كانوا كيزوقوا التيران بالبوندرولات، وكانوا كينظموا حتى رحلات في المغرب وحتى خارج المغرب بحال ماتش لعبات في الوداد والزمالك في مصر في السوبر كوب. غيدوز الجمهور لمرحله اخرى واللي هي مرحله فريميجا. اصل هاد السميه جات من كانوا كيتلعبوا كاع الماتشات مع الثلاثه، كتكون الشمس مطنطنه في دونور، كان واحد الضل كيدير في الكورفا نور وهو على شكل مثلث، كان شحال واحد كيمشي يريح تما، ولا هو الكوا اللي تقدر دير فيه مع شيرك باب 10 12 ولا 14، ولا من بعد هو الكوان ديال الزو. وفي بدايه الالفينات بداو كيبانوا ديك الساعه لي كليك، وبانت كليك ايطاليانو، وخرجوا التيشورتات ديالو وباشا وكاع واي ضرب بوكين في العالم، لينتر بارسا مايوركا جيبوا الفيراج. ومع ذلك كانت العشوائي بزاف، وحسب الاقوال تاع العاشر انه كان واحد الكابو في الفيراج سميتو الصماديم، عقلية ايطالية ماشي في الاجراء ولكن في التشجيع، كان سبق الجمهور بحلقة، وهادشي اللي خلاه يسوق السفينة ويزهيلي البشرية. كانوا اغلبية الديسك يكتبوه مولاد دربو، وكانوا ثلاثة الوسائل باش تحفظ الديسك، يا غتبقى ناشر ودنيك في الفيراج تتحفظ، يا غتشري ورقة بدرهم مكتوب فيها الديسك، يا غتخلصها مسد درهم في السيبر باش تدخل شي سكاي بلوك ولا شي سيت باش تمزك. وهادو هما الوسائل المتاحة في ذاك الزمان. وهنا غيبانوا واحد مجموعة ديال العباقرة اللي غيدوزوا الجمهور لمرحلة أخرى واللي هي مرحلة الأولترا. بالنسبة لهاد العباقرة بداو كيحضروا في الصيف 2005 باش يديروا أولترا، واللي هي حركة نظامية واللي عندها قواعد بزاف منهم زوينين وشوية خايبين. فاش بداو الموسم ما باشاوش، ولكن كانوا كيمهدوا لباش وباشا وبيشان أخرين بحال باش كورفا فريميجا وفورزا ويداد ولا ستوريا سيامونوي. غيكون الباشاج الأول الألترا وينرز 13 نوفمبر 2005 في الدورة 8 مع سلا، باش بالكحلوف في اللوغو الفدائي والوسط، تختار داك اللوغو باعتبار أن الوداد فريق المقاومة. اول تيفو الوينرز كان في الديربي في 4 في شهر 12 2005، تيفو ما طلعش مزيان ولكن التجربه اللي غتعلم بزاف الحوايج للجروب. طلعوا تيفو الثاني في راس العام ديال 2005 كونتر خريبكا، انتغرال اللي غيغطي كورفانور كامله ديال بيرجيكو، وديك الساعه غيبان السلوغون ديال المجموعه اي شعار المجموعه واللي هو توغيدر فور ايفر، واللي كيعني على انه مجموعين على حاجه واحده هي حب الوداد. وعرف العام الاول تاع المجموعه منخرطين قلال، وما بانت الحركيه في المغرب ولا كلشي بغى يدير اولترا، وهذا هو المشكل الاول اللي غيطيحوا فيه الوينرز، هو ان في الفيراج ولا كلشي كيلغي بالغاه، ولات فيه شي 300 اولترا، ما كاينش اللي ما صايبش باش وجا باش. الوينرز كان خاصها تانستالي ضروري السيكلينه باش تنقي ليا الفيراج، وداك الشيء اللي طرا، فهموا كلشي باللي خاصها تكون اولترا وحده توحدوا. دير بالروتول تاع موسم 2005 2006 كان تالت تجربه للوينرز، طلعوا تيفو في كورفا نور في ديربي لويسي، وباش ما يطراش لهم مشكل ديال ديربي الذهب قرروا انهم يديروا خيوطه من الفوق الفيراج حتى لتحت باش يهبطوا فيه التوب مكتوبه فيه كورفا نور. ايضا في بدايه تاع الوينرز خرجوا تيشيرت وسي دي في ديسك بلا انستري غير الطبل، وبان اول كشكول الترا في المغرب واللي هو الترا سبيريت، كيقولوا باللي اغلى كشكول حاليا في المغرب في بياسات قلال. الوينرز بقاو على هاد الايقاع تاع الخدمه وديما كيقلبوا يديروا اضافه جديده للحركيه، ومع الصراعات اللي كانت عندهم مع بزاف د الجروبات اخرين قرروا انهم يديروا كورتاج واللي هو اول كورتاج دار في المغرب، داكشي في ايام الطيش بطبيعه الحال. في 2006 غيبداو المشاكل عند الوينرز مع الدراري القدام اللي كانوا قبل الاولترا، اللي قرروا انهم يديروا باش ديال اتفقوا باللي السميه غتبقى هي هي، غيتبدل غير الستيل ديال الالوان، ومع القوه ديال الدراري القدام في الفيراج الوينرز ما قدرش دير معاهم شي حل، وبداو كيباشيو معاهم في الكورفا نورد، وخرجوا حتى هما التيشيرت ديالو. ما طراوش مشاكل بزاف بيناتهم، وفي 11 ماي 2008 تم الصلح بين المجموعتين وانسحبوا السوبر، بقات خدام الوينرز على راسها وداروا فروع ليها في كاع المغرب وحتى في قارات العالم. تيفوش في ديك الساعه كانوا اغلبيتهم بالتواب،
الوينرز غدير اول كوليغرافي بالميكات واللي هو تيفو وداد الامه، انجاز اللي دخلوا لاول مره في المغرب، وانجازات اخرى بحال المجله اللي فيها الخدمات ديالو. في 2009 الوينرز غدير واحد تيفو مدخم واللي هو انتغرا اللي غادي يغطي دونور كامل، وكانوا سباقين ثاني لهذه الفكره في المغرب وحتى في افريقيا كامله. داروا تيفو ديال بالخوج الله يرحمه باقدار الله، خلاته ودا الحياه وهو لابس توني تاع الوداد، وطلعوا تيفو باش تبقى الذكرى ديالو خالده في كاع عقول الوداديين. ووثقوا تيفو بميساج مكتوب فيه نفي سلام نومه الابطال فذكرى كما فخرت لكل الاجيال. والتراك اللي مازال كيتغنى في الكورفانو. وفي 21 يونيو 2008 بات الترا كرياتورز اللي هما وداديين ولاد الحي، ما قدروش يباشيو في المنعرج الشمالي، واضطروا يباشيو في الدار تاع الوداد. طراو بزاف المشاكل بينهم وبين الوينرز اللي ما بغاوهمش يكونوا، ولاو حتى هما بغاين يطلعوا تيفوات في الدار. هادشي اللي غادي يخلي مضمون التيفو بيناتهم ما يكونش متناسق. الوينرز كيشرقوا هما كيغربوا، ومصاعب الوينرز ما زقاتش هنايا. وفي 2012 غيرجعوا السوبر بالقياده تاع مالديني 04 يرجع بغى يباشي الصحة في الفيراج وباشاو في الكورفانور. ولكن الإشكال اللي لقاو السوبر أن الوينرز ما بقاتش كما كانت في الأول، كبر الجروب ولا قوي وغيطراو صداعات بزاف بين الجروبات بجوج. هادشي اللي غادي يخلي السلطات تقسم الفيراج وتمنعهم حتى من الباشاج، ولاو كيطراو صداعات بزاف في الديبلاسمونات لا مع السوبر لا مع الكرياتورز. وبقات القضية على هاد الحال مقسمين في الفيراج. وفي ماتش قبل الديربي قرروا أنهم يتحدوا ويكونوا يد واحدة ضد غريمهم التقليدي. وواخا داك الاتحاد فراس الصداع ما سالاش، حتى غيجي النهار اللي غيفاسروا معاهم بجوج صح وغيعلنوا على الانسحاب ديالو. ورجعت الكورفانور متحده تحت باش واحد، وينرز او جند الوداد واللي كيسهروا باش يشوفوا فرقتهم ديما الكامبيون، طالقين عويناتهم مع المسيرين لا علاقه لهم بالرياضه، باغيين غير يسترزقوا من الفرق ويمشيو يخليو مشاكل موراهم. وفي فتره الرئاسه تاع اكرم الوداد دازوا الاعوام الاولى بخير، ولكن فاش خسرت الوداد في فينال تاع كاس العرب طلب الجروب الرئيس باش يتنحى الرئاسه ويجيب مسير اللي يزيد الوداد القدام سير شامل ماشي غير يشري اللعابه. هو في الاول ما بغاش يخرج واللي غيندم على هذا القرار، وبويكوطاو كاع الماتشات اللي مدخله فيهم الوداد وحاربوا بكاع الوسائل. فمثلا ولا فما يدور كيلقى اكرم ارحال في كاع الحيوطه ديال الكازا، وشاف حتى شاف وريح مع الدراري ديال الجروب، قرر انهم يترشحش الرئاسة اخرى وخرج من الوداد. الوينرز كتحضر بزاف الرياضات من غير كوره بحال واتر بولو وباسكت، والزوين في هاد الالترا ما حسراتش راسها غير في التشجيع. فمن الحوايج الزوينه اللي كتحسبوا لهاد الجروب هو الوقفات ديالهم الانسانيه اللي خلاتهم يمشوا قرى نائيه ومناطق بارده، ووقفوا معاهم ويعطاو مستلزمات الحياه على الاقل تكالي شويه السعر، وداروا حملات تبرع بالدم بزاف المرات، وفرحوا بكاع الوداديين اللي شدوا الباك تشجيع عليهم باش يستمروا في المسار ديالهم الدراسي. وحتى الدراري الصغار كانوا كيديروا لهم حملات تنشيطيه ووقفوا حتى مع اللعابه ديالو. وفاش طرا مشكل النادي المغربي في كتفه كان خاصو ضروري يدير عمليه، مشاو عندو الوينرز وقت العمليه وبقاو كيشجعوا فيه خارج السبيطار، وقفه اللي منساهاش واثرت عليه بزاف. 8 ماي هو يوم ميلاد فريق الوداد، واستعدادا لهذا اليوم الوينرز احتفلوا بطريقتهم الخاصه وبالاحتفالات التاريخيه اللي داروا في بلجلون وحده مسجد الحسن الثاني. بحال اي مجال في الحياه ما كاينش غير الرباح، الوينرز او الوداديين بصفه عامه فقدوا بزاف الارواح يا بالشغب او موتة الله، فقرروا انهم يبعدوا من هاد الصداعات. واللي كيبقى المتضرر الاول والاخير هما الوالدين تاع الضحايا، وكلشي كيعقل على العام اللي تمنعات فيه الالتراس بسبب الشغب. منع البوليس الباشاج ديال كاع الجروبات ديال المغرب، هاد الجروبات اللي غيتحدوا لاول مره في حياتهم، وقرروا انهم يبويكوطاو كاع التيرانات. وواحد الوقيته رجعوا ولكن لابسين الكحل، والدوله شافت تشافت وقررت انها ترجع للالتراس. هو ماشي حيت حبا فيهم، غير حيت كانوا دافعين ملف ترشيح كاس العالم. وتخيل معايا الصاد، حنا مغاربه عرب وامازيغ واللي جمعناهم جوج نقولوا عرازيغ حيت مخلط دمنا، ويجي مسؤولين في الدولة باش يقدموا الملف المغربي ويمثلوا المغرب احسن تمثيل. والمدلة الكبرى هو انهم قدموا الملف بالفرنسية، فهادي ما بغاش تصرط ليا الصاد وبينونا ضعاف صاحبي. الهوية عشيري الهوية هي اللي غتقنا في هذه الكرة الارضية، وخير مثال اللي عطيتي قيمة لبلادك وولاد بلادك ما يحشموكش. فالوينرز في 2015 تكلاصات الاولى عالميا وبزهوب التيفوات ديالهم اللي مكلاصين من احسن التيفوات في العالم، ومن ابرز هاد التيفوات تيفو ديال الطاك، فكره اللي سابقين لها هما الاولين في العالم. ومع توالي السنوات في 2019 الوينرز غدي احسن الترا في العالم لثاني مره نظرا للاعمال اللي داروها في هاد العام وديما الابتكار الجديد. ومن ابرز تيفوات هاد العام تيفو ديال الكرتي اللي عبروا فيه بطريقه حضاريه على الظلم اللي تعرضوا ليه في فينال تاع الشامبيونز ليغ،
البيت اللي عمرو يتنسى اللي بسببه عرق كاع الشفاره اللي كاينين في الكاف وتيفو ديال التنين اللي غيبقى حتى هو متورخ. الفكره اللي كانت زوينه بزاف وتيفوات اخرين بحال ايفوغيك ورجال المطافع وكاينش لا تيفوات اخرين. الوينرز او الفائزون اللي كانت فيه الخير على الوداد حيت في العام الاول اليوم ديال التاسيس الوداد غدي البطوله من بعد 13 عام داتها. واللي كيعجبني في هاد الجروب هو انهم زادوا افكار جداد في الحركه وعمرهم قالوا باللي وصلنا وهذا المبدا هو اللي يخليهم ديما يطمحوا محسن في الحركه. الخوت من كلتا الاجناس بغيت غير نقول لكم باللي الحلقه سالات ايوا هادشي اللي كاين ان شاء الله غندوي على كاع الالتراد ديال المغرب. صبر الخوت ونبقاو زوينين مع بعضيات وموتيفيونا الخوت باللايكات والكومنتيرات والسبسكرايبات. لهذا غنقول لكم تشوفوا في حلقه